صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء المقر حفظه الله قرارا قرار رقم 21 لسنه 2019 باعاده تشكيل اللجنه الوطنيه لمكافحه التدخين والتبغ بانواعه ومنتجاته وجاء في المده الاولى من القرار يعاد تشكيل اللجنه الوطنيه لمكافحه التدخين والتبغ بانواعه ومنتجاته برئاسه وزير الصحه وعضويه كل من الدكتوره مريم ابراهيم الهاجري ممثلا عن وزاره الصحه الاستاذه منى السيد كاظم ممثلا عن وزاره الصناعه والتجاره والسياحه الاستاذه امنه حمد الرميحي ممثلا عن المجلس الاعلى للبيئه المهندسه اماني خميس الدوسري ممثلا عن وزاره الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الاستاذ جاسم محمد الحربان ممثلا عن وزاره التربيه والتعليم الاستاذ عبد الكريم علي عبد الكريم ممثلا عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية والأستاذ قيس حسن الدوسري ممثلا عن شؤون الإعلام والأستاذ النوار عبد الله المطوع ممثلا عن وزارة شؤون الشباب والرياضة المهندس مجدي بكر ياسين ممثلا عن جمعية مكافحة التدخين وتكون مدة العضوية في اللجنة المذكورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد